فيديو اليوم رح يكون برانك مقلب بأختي. المقلب رح يكون إني أنا مش رح أقدر أتنفس، أعمل حالي إني مش قادرة أتنفس، رح أطلب منها تجيب لي مي وكل هاي الشغلات. أنا عادة بحب أعمل مقالب بالناس، فهي أول مرة بعمل مقلب وبصور بهاي الطريقة، فادعوا لي يزبط. ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتركوا بقناة إذا بعدكم مش مشتركين، ويلا نشوف شو بصير. عم بصور. اخ شو شعورك؟ اختك كانت عم بتموت. هني ما عرفت بوسي. حيواني. حيواني؟ طبعا جد انك حيواني. بقول ليش تغيروا عينا اليوم؟ كل هذا تمثيل كان؟ كلها تمثيل الا. وهذا الاختناق الفظيع اللي خاصه الفظيع مني. انت بدك تمسحي الماء قلت لك نطفي الكنادي. اوكي.